صديقي وعروش ماتيتش ثم سعد السلوني، سعد بكير، صالح العمري، عبد الفتاح آدم، حكم ساحة يساعد الدولي محمد ساحة، يساعد الدولي محمد العبكري. كرة تصل على طرف دليمان، انطلاقة سريعة ومحاولة القحطاني، مر القحطاني، مر وتقدم وكرة وتصويبة وإلى حارس مرمى أبها، يلعب كرة طويلة إلى الأمام وراحت سريعة وانطلاقة لسعد بقير، خطير بقير، يتقدم سعد ويريد أن يصوب وكرة خطيرة خطيرة جدا. يلعب كرة لكاريو، كاريو طويلة وأمامية وخطيرة وفرصة تحتاني وفرصة وتصويبة وهدف أول. يا سلام، شوف الثقة، شوف الكنترول من سعود، ثم التمريرة، ثقة كبيرة ومرور وتصويب. الثالثة عشر من زمن شوط المباراة الأول، كرة لسعود عبد الحميد، انطلاقات وكرة أن يسجل انتصار بعد أن تعثر بالخيل الأمام، لكن أيضا ما زالت خطيرة وفرصة. جانب كاريو، وكاريو يمرر لفييتو ثم ممتازة فييتو مرة أخرى، يا سلام على كرة وتصويبة من القحطاني، تمركز يشوف جرعة مرة أخرى تخرى، انطلاقة لإدريس صديقي، يلعب كرة صديقي ثم عبد الفتاح آدم يحاول يمرر، ما زالت لعبد الفتاح، حاول لعبها خطيرة وفرصة فيها مرور فيها محاولة لصديقي والتصويب عند العويس. أمامية لإيجالو، خطيرة لإيجالو، فرصة، شوف انطلاقة إيجالو ووسط انطلاقة من جانب إيجالو، واضح أن في موقف سليم لأن فائد الجميع كسر التسلل وهدف سليم. لم يكن متسللا إيجالو، لم يكن متسللا، عانى في الأمتار الأخيرة، خسر الدوري هذا الموسم. لا زال هنا كرة إلى ليو، محاولة خطيرة وفرصة للهلال لكنها مرت سليمة، مرت من أمام مسعد، كرة طويلة إلى الأمام من جانب إباسي، طويلة وفاز الجميع، يحاول اللحاق بالكرة الجميعة ويمر الجميعة، وحكم المباراة لا يشير. سعد على الطرف الأيمن يلعب عرضية داخل المنطقة، تغطية موجودة، قطعت الكرة وعادت مرة أخرى، ما زالت خطيرة، ما زالت خطيرة، ما زالت خطيرة، ومحاولات وكرة خطيرة، لكن العمري يلعب كرة بشكل خاطئ، وبالتالي تعود الكرة لمحمد القحطاني. ييتو يمرر الكرة، محاولة هلالية جميلة جدا، ومصعب الجوير يتقدم ويصوب وكرة خطيرة خطيرة. المباراة يشير إلى صافرة موجودة، كنا بديلا، قطعت الكرة، راحت مرتدة سريعة ومحاولة والتصويبة من سعد بكير. عندنا كرة في انطلاقة سريعة، سعود عبد الحميد الآن يحاول، يمر سعود ويتقدم، محاولة وتغيير، تمر فييتو يتقدم الآن ويصوب كرة قوية، ضربة زاوية الآن على يمين إيباسي، والكرة تعاد عند كاريو، يلعب كرة كاريو جميلة ورصية من عبد الحميد، لم تكن لأحد، لم تكن لأحد، بينما راحت لطيب مزياني، سريعة طيب مزياني، انطلق طيب مزياني، خطيرة لأبا ومحاولة خطيرة وكرة الكرة وتعود سريعة، عبد الفتاح آدم ينطلق بكرة إلى الأمام، يمرر تمريرة ممتازة وكرة لأبا عند صالح العامري، خطيرة جدا ومحاولة عرضية، ولكن أيضا الكرة العرضية محاولة بالرأس تبعد وتعود من جديد لمصلحة أبها، تمريرة للكنية، تمريرة ومحاولة لصالح العامري أمام البليهي في التغطية، ينجح البليهي في التغطية، بينما موسى ماريجا في أول كرة بعد إلى حارس المرمى إيباسي، خطأ لأبها، لعبت وصلت على الطرف الأيمن، محاولة ومحاولة تصويب، ربما تصويبة قوية من مع كل العشاق في الجوهرة
سيحتفل في الجوهرة. هنا كرة لماريجا وتمريرة لإيجالو وكرة فيها محاولة هلالية عند سعود عبد الحميد الآن وعرضية منتظرة عرضية خطيرة وكرة للحمدان وهدف ثالث. هدر عند عبد الحميد راح وتقدم ومر الكرة للحمدان في المكان المناسب ما وصل إليها المرتبة الثالثة اليوم أيضا بعدما كان رابعا فاز على أبها والشباب خسر من التعاون وبالتالي الهلال الاتحاد بطل دوري روشن في هذا الموسم. هنا كرة فيها محاولة خطيرة وفرصة لكن والكرة تعود وتصل عند صالح العمري عرضية العمري إلى يد حارس المرمى كرة عند حارس المرمى يرسل كرة أمامية وصافرة حكم المباراة الآن سيد محمد إسماعيل يطلق الصافرة وينهي المباراة بفوز هلالي بثلاثية نظيفة على حساب أبها لأن يذهب الهلال إلى المرتبة. إيش مكتوب عبد الله؟ نيمار جونيور. شعار الهلال. هذه طائرات الدرون ما شاء الله. الهلال احتفالات.